وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاحه موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس بشرق العوينات أن الأراضي المستصلحة هناك ستصل لإنتاجية 1,000,000 طن من القمح، بما يوفر ما بين 350 إلى 400 مليون دولار. وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالتحقيق ذلك خلال 2 أو 3 أعوام، داعيا إلى جذب الكثافات السكانية إلى هذه المناطق مع توافر فرص العمل. النهارده احنا بنتكلم على ان في نهايه الكميه دي العدد او حجم الاراضي اللي هتنتج دي، انت بتتكلم في 1,000,000 طن قمح، مش كده؟ 1,000,000 طن قمح دول يساووا كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثه، يعني حجم الميه اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الامثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعه الكلام ده. وبالتالي انا بنتج 1,000,000 طن قمح دول بتكلفه اقتصاديه في الميه اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطه ميه نستفيد منها. ثم ده الفرصه بقى البديله لما انا اروح اجيب الكلام ده بحوالي 350 400 مليون دولار طبقا لاسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار ان لو سلاسل التوريد حصل لها مشكله احنا بندفع الثمن هنا كدولة، يعني سواء في تكلفة أو يبقى في مشكلة أزمة في الموضوع. فأنا بشكركم وده أنا سعيد بقوي بإن إحنا يعني الإنجاز ده تحقق خلال فترة مش كبيرة قوي، خلال 2 3 سنين أنا بتكلم، وإن شاء الله خلال السنة الجاية يبقى وصلنا للحد الأقصى في توشكا أو في شرق العوينات، ويتبقى الجزء اللي هو بتاع غرب شرق العوينات عشان نضيف مزيد من الاراضي. يتبقى ان الدوله دكتور مصطفى محتاجه تخطط كيف نجيب كثافه سكانيه من الدلتا، من الصعيد، من كده، عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل وفرص العمل موجوده